قبل عودة أخي من المدرسة ولكن دون جدوى. إني أبكيك غزة، إني أبكيك غزة، وأتساءل أين بساتينك غزة، وأين سماؤك الصافية. خلل هذا التكريم عدة نشاطات من بينهم أناشيد مدرسية أو تحت إشراف أستاذة التربية الموسيقية السيدة عائسة خيرة، أساتذة الرياضة أيضا، التربية المدنية قمنا التربية البدنية قمنا بتكريم التلاميذ في الكرة الطائرة أو تورنوا تاع الكرة الطائرة، أيضا قمنا بنشاط التايكواندو، معرض للأزياء لللباس التقليدي، أيضا أوبيرات بعنوان غزة، بعدة نشاطات أخرى نشاهدها الآن. يوم العلم يشكل مناسبة وطنية خالدة تعزز فينا القيم السامية ومعاني الانتماء. بما أن عماد هذه المناسبة هو الطالب، نغتنم هذه الفرصة ونهنئ جميع الطلبة متمنين لهم المزيد من النجاحات والارتقاء، كما ندعو الله عز وجل أن يحفظهم وأهليهم من كل سوء. نشكر المؤسسة متوسطة بكر بن حماد على تكريم أبنائنا الناجحين، وهذه مبادرة طيبة ونرجو أن تكون كما قلت مستمرة للسنوات القادمة إن شاء الله. سعيد بهذه المناسبة ونتمنى ما تكونش يعني آخر يعني هذه آخر يعني تكون مناسبة مبادرات أخرى لتشجيع كذلك التلاميذ لتقديم يعني مجهودات أكثر وتقديم يعني نتائج أكثر. ثاني لتبين ثاني يعني المجهودات اللي تبذلها المؤسسة ومديرية التربية بصفة عامة على يعني الرفع من مستوى التلاميذ والمستوى المعرفي ومن الثقافة وكل هذه الأمور اللي تتعلق بالتربية والثقافات في المؤسسة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.